أكدت الفنانة هالة سيدي أنها قضت وقت طويل في المحاكم بسبب النزاعات التي نشبت بينها وبين والد أبنائها. أوضحت هالة سيدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي أن السيدات يعانين من جدران المحاكم وتعرضن للاستنزاف، خاصة من تضرر منهن اللجوء للقضاء وهي لا تملك مصدر دخل أو شهادة دراسية، واقتطعن من أوقات أبنائهن وأحيانا يصطحبنهن معهن في الجلسات لأنه لا يوجد من يهتم بهم في غياب الأم، فتصبح بهدلة للطرفين. تابعت هالة في رجالة بتدعي على ستتها حاجات غريبة جدا لمجرد أنه يتهرب منها، ولا يهمه سمعة ولاده ولا أنهم في المدرسة هيبقى شكلهم إيه، المهم أنه يحقق غرضه وما يدفعش فلوس. طب أنت مخلف ليه؟ أنت إنسان، كيفك كده؟ يبقى خلاص ما تخلفش، عايز تتجوز اتجوز، ولكن تبقى مقدر ان في تحمل مسؤولية. واضافت هالة للأسف في جيل كامل طالع بسبب تربيتنا الغلط للولاد، طالع بيدور على ماما تانية، ماما تدفع له تشتري له دي او تجيب له دي، ولو رفضت نكسر دماغها ونبهدلها. كشفت هالة ان من ضمن الخلافات بينها وبين طليقها هي رغبته في معرفة المبالغ اللي تركتها لها والدتها في البنك حتى يتهرب من الضرائب ويتحصل على المال، مستعملا أولاده وسيلة ضغط عليها بغض النظر عن الضرر النفسي الذي يتعرضون له، والهدف تهربه من النفقة والمسؤولية. انتقدت هالة صدقي إطلاق يد الرجل في التحكم في مصير الأولاد بعد الطلاق، خاصة في وجود علاقة شبه مقطوعة بين الرجل والمرأة لا يتحمل فيها مسؤولياته ولا ينفق من الأساس عليهم، وإذا حاولت المرأة الزواج مرة أخرى تسقط عنها الحضانة وهكذا تتم معاملتها كمربية. طالبت هالة صدقي بسقوط الإبوة عن الأب الذي يقحم أولاده في صراعات ونزاعات بالمحاكم ورفض تحمل مسؤوليتهم، لافتة إلى أنها حاولت إبعاد أولادها عن صراعات زوجها لمدة 5 سنوات كان يسبها فيها على السوشيال ميديا يوميا، وأنها استخدمت قضية النفقة كأداة ضغط عليه للتعامل باحترام لأنها في غير حاجة له، إلا أنها فشلت. في نفس السياق أوضحت هالة صدقي أنها ترفض حبس والد أولادها لأنها صب في جبين أبنائها ولن تستفيد شيئا من حبسه، وفي حبسه إهانة لهم وله. ومن ناحية أخرى كانت هالة صدقي قد أعلنت اتخاذ خطوات قانونية ضد زوجها سامح سامي والمحامي صلاح السقا الذي شهر بها. أكدت هالة في تصريحات صحفية أنها لن تتنازل عن حقها، موضحة أن اعتذار المحامي صلاح السقا غير مقبول، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغات للنائب العام ضد المواقع التي شهرت بها ونشرت أخبارا خاطئة عنها. وشددت هالة على أن ما يقوله زوجها كلام غير صحيح عندما قال أنها لم يكن لديها القدرة على الإنجاب وشكك في نسب ابنيها مريم وسامو، مشيرة إلى أن الخلافات مع زوجها منذ 5 سنوات، موضحة أنها احترمت قراره بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكنها رفضت السفر معه، وتحملت السباب والإهانات عبر المواقع التواصل الاجتماعي لكنها الآن لن تسكت وستتحدث وتأخذ حقها. وكان المحامي سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي ظهر في فيديو يؤكد فيه استمراره في القضايا ضده. أكد سامي خلال الفيديو أنه لن يتنازل عن أي قضية ضد هالة، وأنه مستمر لمعرفة نسب أولاده مطالبا بإجراء تحليل الدي إن إيه. وقال سامي في الفيديو: أنا سامح سامي، مراتي هالة صدقي، أنا مش هتنازل عن أي حاجة ومش هتنازل عن حقي، واستغيث بالنائب العام أرجوك ساعدني، أنا مش طالب غير حقي، أنا عاوز أعرف، أنا متأكد 100% لكن عاوز أعرف مين والدتهم وإزاي هي عملت كده. أضاف: أنا محتاج دي إن إيه وبصمة صوتها مش أكتر من كده، والقضية شغالة ومش هتنازل، وأنا اللي هترافع في القضية دي لأنها قضيتي أنا. عزيزي المشاهد، إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحية أصل الثقافة ومعلومة.